عن هذه واحدة أو هي أفضل جمبازية أو لاعبة جمباز على الإطلاق في بريطانيا منذ عرف الجمباز. سنذهب لمسابقة الحلق. الترتيب أمامنا. رجال في هذا ستارت ليست هي قائمة اللاعبين في هذا الجهاز. فيدريكو من الأرجنتين، الأرميني فاغن، الصيني لياو، والفرنسي داني، المصري علي رمضان زهران، الأرميني أرتور، الألماني توبا أندرس، والروماني كريستيان لوا باتاغا. إذن هذه ستارت ليست، قائمة المتنافسين في هذه النهائيات لحصان الحلق. أول متنافس، أول لاعب جمباز هو الأرجنتيني فيدريكو موليناري. فريدريكو الأرجنتيني يدخل المنافسة بعد التحية. لك التحية كابتن محمد. شكرا سيد محمد. اللاعب الأرجنتيني حقق المرتبة الرابعة في الدور التأهيلي، حصل على 15 درجة، وأتمنى اليوم إن شاء الله يغير الدرجة ويقدم أفضل ما عنده، يدخل في المنافسة إن شاء الله على الأفضل ثلاث مراتب. جهاز الحلق زي أي جهاز في الجمباز له متطلبات خاصة، في ثبات، اتزان، حركات قوة، حركات سحب، بالإضافة للدورانات، دوران على الحلقتين، دوران أمامي، دوران خلفي. هنا اللاعب يبرز طبعا أو يظهر ثبات واتزان حلقة الصليب، الشد للعقلة، الحلق عفوا، هنا الدوران يجهز، نعم ثبات مرة أخرى، اتزان، يظهر براعة كثيرة في الثبات وقوة استخدام عضلات الكتف. نعم الجهاز الحلق مسموح فيه توقف لو لاحظنا أنه فيه ثبات، يجب اللاعب أن يثبت في بعض الحركات، يجب أن يثبت ثانيتين، لو لم يثبت لا تعترف بالحركة، فهنا الثبات مطلوب في الجهاز. هنا خروج موفق، أداء جميل، أخطاء قليلة جدا، حركات ذات صعوبة شبه عالية. هذا الأرجنتيني تأهل مركز رابع في الأدوار التمهيدية 15-0-0، وهذا أفضل إنجاز لديه في هذه أو هذا الدور النهائي. سنتابع المصري علي رمضان الزهران، تأهل مركز ثامن يوم أمس وحقق 14.750. في لاعب مصري السنة الماضية حقق مراكز متقدمة، علي سرور من مصر، فأتمنى إن شاء الله اليوم زهران علي رمضان يحقق نتائج طيبة إن شاء الله. غدا سنتابع ناصر الحمد القطري في جهاز طاولة القفز، سيكون في النهائي، تأهل ب 15.075، سيحاول أن يكون لما لا على منصة تتويج إذا كان حالفه الحظ. معروف أن الثمانية الأوائل ممكن لهم إذا حالفهم الحظ أن يكونوا على منصة التتويج أول أو ثاني أو ثالث.